صباح الخير متابعينا متابعين طقس العرب الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تسود أجواء مستقرة نهار هذا اليوم في عموم مناطق المملكة، هناك ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتتفرق الغيوم في سماء المملكة. أما درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان نهار هذا اليوم تصل إلى 25 درجة مئوية وأجواء غائمة جزئيا. درجات الحرارة الملموسة كذلك الأمر تصل إلى 25 درجة مئوية، أما نسب الرطوبة تصل إلى 68% وسرعة الرياح تصل إلى 13 كيلومتر في الساعة. انتقالا إلى توقعات الطقس ودرجات الحرارة في المدن الأردنية نهار هذا اليوم، ونبدأ من المناطق الشمالية. درجات الحرارة في إربد نهارا 23 الصغرى 11، المفرق 25 الصغرى 12، جرش 25 الصغرى 14، وعجلون 23 الصغرى 13 درجة مئوية وأجواء غائمة جزئيا ومستقرة في المناطق الشمالية. أما المناطق الوسطى من المملكة، البلقاء 23 الصغرى 14، الزرقاء 25 الصغرى 13، عمان 25 الصغرى 15، ومادبة 23 الصغرى 12 درجة مئوية، أما في البحر الميت 29 والصغرى 17 درجة مئوية وأجواء مستقرة في المناطق الوسطى. أما درجات الحرارة في الكرك 23 الصغرى 12، الطفيلة 23 الصغرى 15، معان 25 والصغرى 13 درجة مئوية، في الشيرة 20 الصغرى 15 درجة مئوية، أما في العقبة 29 الصغرى 20 درجة مئوية وأجواء مستقرة وغائمة جزئيا في المناطق الجنوبية، ولكن هناك احتمال لهطول زخات أمطار رعدية في كل من معان والشيرة. أما المناطق الشرقية من المملكة ودرجات الحرارة في إرويشت 27 الصغرى 13، الصفاوي 28 الصغرى 14، والأزرق 27 الصغرى 15 درجة مئوية، وأيضا أجواء غائمة جزئيا ومستقرة في المناطق الشرقية. كان كل ذلك حتى هذه اللحظة، سنوافيكم بباقي التفاصيل خلال النشرات القادمة. لا تنسوا متابعتنا عبر قناتنا على اليوتيوب وتفعيل زر الجرس. إلى اللقاء.